السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي صحة ديالنا وجدة اوتو دياغنوستيك اي ريشيرش دوبان. على بال الاخوان غبرنا عليكم، ولكن ان شاء الله باذن الله غادي هذا العام الجديد هذا نبقاو نديرو فيديوهات بزاف باش هكذا تكون الافادة بزاف، وان شاء الله بحول الله نبقاو نديرو فيديوهات هكذا قصار تاع 5 دقائق 3 دقائق هكذا باش انا يكون عندي الوقت باش نديرهم، وفي نفس الشيء انه المعلومات تكون خفيفة ظريفة وكل شيء يستفد. و فوالا كيما نقول دائما كل شيء يستفد. ثم ما عليكم غير بالبارتاج اخوتي وتعاونونا وتدعمونا باش هكذا الافاده تعم الجميع. المهم هذه السياره هذه من نوع نيسان كما شفتوا معنا، هذا المحرك هذا جا على اساس جابوه لي على اساس غادي نحلو، انه علاش يميلونجي الزيت مع الماء، فهمتوا؟ يميلونجي الزيت مع الماء، شوفوا هنا الزيت يتميلونجا مع الماء. هنايا واش قالوا بلي انه جوان كيلاس، داروا جوان كيلاس، خدموا جوان كيلاس وريدني المشكل ما دايرش. خدموا جوان كيلاس وريدني المشكل ما دايرش. قاعدة الزيت تخلط مع الماء، يا هي الزيت تتخلط مع الماء، شوفوا معايا الزيت كيتبيض فيها لي طراس تاع الماء، وكدير فيدونج تلاقى الزيت بيضة، ولكن فاش تشوف في البلوك موتور هنايا الماء نقي، شوفوا معايا الماء نقي خضر، ما ميلونجيش، ما فيش نبضة ديال الزيت. يعني هنايا المسألة تكون شوية محيرة يا الإخوان، ماشي غير تخلط وتقول الموتور راه في سيري نبدلو الموتور، هذا الموتور يترمى، لا، علما أن الموتور هذا يدور الدورة نتاعو كعقارب الساعة، يعني الدورة ديالو ما تسمعهاش. يعني هنايا يعني انا فاش شفت الدوره زينه ديالو والموتور يدور مليح، عرفت بلي السيد اللي خدم في الجوان كيلاس يعني يخدم خدمه نقيه، وما دارش خدمه يعني كيما نقولوا راه لو كوبل دو سيراج ما زيرش الجوان كيلاس مليح، ولا مثلا راه قلب الجوان كيلاس، ولا الاخطاء هذه مستحيل يكون دارها. لهذا انايا قلعت هاد لابيبدو، قلعت هاد لابيبدو هذه شوفوا فيها، فاش قلعت هاد لابيبدو هذه تلاقيت هاد الجوان ديال هذا دايرها، شوفوا معايا اخوتي، اولا تلاقيت لا تراس نتاع الماء هنايا، شوفوا ليه لتحت، شوفوا لتحت ليها كاين لا تراس بلي كان يفوي واحد شويه ديال الماء، هاني فهمكم واش لقيت. المهم الاخوان لقيت هاد الجوان هذا، لقيت هاد الجوان هكذا، اول شيء هنايا جاني في شكل جاني بيزار، ما عجبنيش الجوان هكا، شوفوا هنايا الفتحة هذه منا كان يفوي الماء شوية، يفوي الماء علما واخا انه هنا راه ما كانش الماء، الماء يجي منا، مي هنا كان يفوي، كان يجي منا، وهنايا مبلعة محلولة غير شوية، يعني هنايا هاد اللوطو هذه الماء ما كانش يسركن مزيان، كانت توقع على بريسيون، فاش كانت توقع على بريسيون هنايا كانت اوتوماتيكمون هذه تتقلع، ها هي راه كومنسات تفيسيرا شوية، كومنسات تفيسيرا شوية، هذه هنايا كاين واحد الفيسيور صغيرة، شفتوا هذيك لا فيسور صغيره، هذيك لا فيسور صغيره، هاد البياس هاد البياسه هذه هنايا، هاد الكاش هذا فين يطيح؟ يطيح هنا، يطيح في هاد الثقبه هذه، هاد الثقبه هذه فين ترقب؟ ترقب على لي سوباب هنا، يعني علاش قعد لنا الماء ديال الموتور نقي؟ غادي نقول لكم علاش، لانه الماء كان يمشي عند الزيت، لو كان كان الموتور لو كان كان البلوك موتور مفيسوري ولا الكيلاس مفيسوري ولا نتلاقاو الماء موسخ مع الزيت، نتلاقاو فيه الزيت، ما تلاقاوش غير الزيت اللي فيها الماء، نتلاقاو حتى الماء فيه الزيت، هنايا غير الزيت اللي فيها الماء، لأنه علاش الماء يمشي عند الزيت، ماشي الزيت يجي عند الماء، ومين كان يمشي هذا الماء؟ كان يمشي من هذه الثقبة هذه كي راكم تشوفوا معانا، علاش؟ لأن هذا الجوان هذا ماشي ديال هذه السيارة هذه، هذا الجوان ماشي دوريجين، وغادي نزيد نأكد لكم علاش ماشي دوريجين. المهم كونتاكتينا تحدثنا مع الناس اللي بيعوا البياس، عطاونا الشيما ديال الجوان، شوفوا الشيما ديال الجوان، لاحظوا معايا. هنايا الشيما شنو تعطيك؟ تعطيك نفس الجوان، نفس الديسا، لاحظوا معايا، شوفوا معايا نفس الديسا، ها غادي نديرو بالمقلوب تاعي انا بحال هاك، شوفوا معايا هاد نقلبها باش تشوفوا هاد 11، شوفوا معايا الجوان الرقم ديالو 11 11 062، اوكي شوفوا معايا غادي نقلبو كيما راه، نقلبو كيما راه، شوفوا معايا، شوفوا معايا نفس الشيء، نفس الديسان، نفس كلش، ها ها نفس كل شيء نفسه، ها هنا انا بقيت متمسك بالفكره ديالي، قلت ما يمكنش امبوسيبل، يعني هاد لي زانجينيور اللي خدموا ما يمكنش يوقع هاد الشيء هذا،
ما يمكنش يديروا هذا الخطأ هذا، انه الماء هاد الثقوبة هنايا في لابيب دو كبيرة وهنايا يبلعوا النص ديالها، الماء ما يسيركليش مزيان بعدا. أول حاجة خطينا كاع من الزيت، الماء ما يسيركلش مزيان. فاش ما يسيركلش مزيان هنايا راه لابريسيو توقع ويتفقع هنايا الجوان والماء يمشي عند الزيت. الو مشينا عند نيسان ديريكت كوموندينا هاد الجوان هذا كما راكم تشوفوا معايا. ها هو الجوان عند نيسان، قعد 3 أيام باش وصلنا، 3 أيام باش جعلنا. ها هو الجوان من عند نيسان، غادي نجيب لكم الجوان ديال نيسان وتشوفوا الإخوان الجوان ديال نيسان كيفاش داير. لا هذا هو الجوان ديال نيسان، شوفوا معايا. شوفوا الجوان ديال نيسان الاخوان كيفاش داير، اللي عند نيسان دوريجين شوفوا كيفاش داير. شوف ها الفرق كبير، شوفوا الاخوان شوفوا الجوان كيفاش داير. شفتوا الاخوان هذا الجوان اللي جاي من عند نيسان. اذا هذه السياره هذه فاش بدلوا الجوان كيلاص ولا صرا فيها شي مشكل في لابيب دو ولا، وبدلوا هاد الجوان شراوه من عند صحاب البياس، وبدلوا لابيب دو بها بالجوان شراوه من عند صحاب البياس. فاش شراو هادوك راه وقع لهم شي مشكل في يمكن في اللوجيسيال ديالهم، راه يعطيهم البياسه غلط وباعوها لهم هاد البياسه هذه. يمكن هذه تجي في الموتور ديزل ولا مانيش متاكد، ولكن شوفوا الاخوه الفرق هنايا، الفرق باين، فرق شاسع. ها هما شوفوا نديرهم نفس الشيء، نحطهم في نحطهم فوق بلاصه اللي باينه باش تشوفوا. ها هما الاخوان شوفوا معايا الفرق، هذا ابيض ها هما الابيض. ها شوفوا الفرق، شوفوا الفرق اللي قلت لكم هنا مبلع وهنايا محلول. ها يعني الاخوان المشكل اللي كان واقع في هذه السياره هو هذا الجوان هذا، ماشي دوريجين، هو اللي خلى الماء يمشي عند الزيت والتميلونجا غير الزيت في الموتور، علما ان هذا الموتور هذا ما يسخن ما حتى شي حاجه، كل شيء مزيان يجري في الطريق. غير واش هي دير بها 20، دير فيدونج، دير 20 كيلومتر 30 كيلومتر حتى 50 كيلومتر، ديروا لي بها يومين 3 ايام تجي دير فيدونج تلقى الزيت. شوفوا تلقى الزيت عامر على اهو. فوالا اخوتي هذه هي المعلومه اللي بغينا نبارطاجيوها معكم، وما تنساوش تابوناو معنا بارطاجيو خوتي باش هكذا تشجعونا باش نديرو فيديوهات اخرين ونحطو مسائل اخرى باش تكون الافاده مزيان مزيان مزيان. وغادي ان شاء الله باذن الله كما وعدناكم فيديوهات تقريبا كل سيمانه نبقاو نديرو 3 حتى 4 حتى 10 ديال الفيديوهات، شحال ما قدنا الوقت نديرو فيديو ديال. واش هذا الشيء هذا راجع لكم نتوما وللدعم ديالكم، دعمتونا بزاف غادي يكونوا فيديوهات بزاف، يكون تشجيع. ما دعمتوناش بزاف غادي ما يكونوش فيديوهات بزاف، ولكن نحاولوا نديرو فيديوهات بزاف. على اي حال تهلاو لي فراشكم، فيديو جاي ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.